هذا العمل اشتغلته طبعا. قال هو طبعا بجسد حمار او حصان، ما كان بشر يعني، بس العيون كمان حولها لانه هون مضروبه على اليمين وهي على الشمال. هذا طبعا شوف الدخل والسكسوك اللي موجوده ب أن هذا نوع من مثل ما بسميه نوع من الكاركتر. حتى وانا ما كملت هذا سويته نوع من الكروكي يعني، هذا كله ما عملت له ستاند او هو على طاوله بس من دون تلوين يعني، لانه شفت ان العمل لما ضبط هون الاكتمال وهذا العين مثلا حواجب مع السكسوكين وهذا الاكتناز الموجود بالشفايف مثلا بهي الحركه تركته لوحده يعني، يعني تركته بمرضه من دون ما اقدم له مساعدات عاجله او مشفى. لو انا لونت هون بالأوراج احتمال آخر مثلا دخل بحالة أخرى، كمان أني قدمت له دعم مساعدة أو سيروم دم بحاجة له، لا تركته هيك، تركته بعذابه وألمه، كان مسخوطا يعني ذهب مع السخط، مش أنا جوز عنده مشكلة مع المجتمع تبعه. هكذا أرى، هكذا أتلذذ به. الفرنسيين لما يجلسوا على كأس كونياك في أحد ضواحي شانزليزيه على جلسة ما بين النساء والرجال، يشرب الكونياك، بعد شرب الكونياك وينتهي من الكونياك ماذا يقولون لبعض؟ الكل يتخيل كأنه حزورة فزورة، أنا أشرب كأس كونياك أتخيل امرأة، الآخر بعد يشرب الكونياك يتخيل أنه على شاطئ النورماندي مثلا، الآخر يتخيل والدته. هذا هو الكونياك.